التواجد ديالنا هنا في مدينة مكناس اللي مدينة اللي هي يعني كل ما جينا كنحسوا براسنا فرحانين في هذه المدينة الجميلة، المدينة من المدن المغربية الرائعة. الوطن ديالنا كله زوين تبارك الله. المناسبة هي إحياء ذكرى عيد ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن، وتنظيم يعني التنظيم كان رائع. شكرا لكل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة لإحياء هذه الذكرى. مناسبة رائعة يعني كانت لمة رائعة. شكرا للجامعة الوطنية للنقل الطرقي لجهة فاس مكناس، شكرا لهم، شكرا لهذا الجامعة اللي هي ساهمت وخدت هذه البادرة الطيبة لإنجاح هذه التظاهرة ولتنظيمها، وشكرا لكل من ساهم من بعيد ومن قريب لإنجاح هذه التظاهرة. فتحية للجمهور المكناسي، كنحبكم وحنا سعداء وقت ما جينا هنا، ولكن حسوا براسنا يعني يعني في ديورنا جمهور رائع، جمهور يعني اللي كيفرح بك. تبارك الله عليكم، ما كاينش اقصاء مادام احنا داخلين في القلوب ديال الجمهور، ما كاين لا اقصاء لا والو. انا شخصيا ما يقصيني حتى واحد، حيت انا كنتسنى الدور ديالي، لا عيط عليا، ما كيعيط عليا لا مخرج لا منتج لا تلفازه لا والو، انا الدور هو اللي كيعيط عليا. دونك ما كنحسش براسي مقصي، والمجال مفتوح. يعني اجيال جايه اخرى يعني والخلف جاي، حنا كانوا قبل منا ناس، الله يرحم الناس والله يطول في عمر الباقي. فالشباب تاهو مقتحم هذه التظاهره، خصو غير يخدم شويه وصافي هذا الشيء اللي كاين. ما نقولش كان المنتوج كيداير هنا، كنهضر على المجال. هنا الا بغاو يجيو ليه ناس، اي واحد عنده حق الى حس براسو فيه شي حاجه ديال الفن وديال التمثيل ولا هذا، مرحبا به، مرحبا به، ماشي مشكل. باش نحكم انا على هذا الشيء اللي كاين ولا هذا، ما يمكنش. انا ما ناقد سينمائي، ما ناقد تلفازي، ما كان يعني ما كنخش يعني باش كناخذش يعني دي سيناريو نبدا نبحث فيهم ونشوف واش مزيانين ولا ما مزيانينش. انا ممثل، كان عندي دور، انا كان مرحبا الا بغاتني الصوره كتعيط عليا، بغاتني الدور كيعيط عليا، تو سامبلومون. حنا ولاد العصر، حنا ما حدنا باقي نقدروا نفتحوا على اي حاجه، كنفتحوا السوشيال ميديا. شنو هو تكنولوجيا اللي سبقات تكنولوجيات وجايه تكنولوجيات اخرى، صافي. كاين تكنولوجيا اللي باقي ما بينيش، هادشي المخزون راه يعلمه والله. الجمهور ديالي كنحبو، انا الوجود ديالي في هذا المجال حيت على الجمهور ديالي، هو المتنفس ديالي، هو اللي كيعطينا القوه، هو الاكسجين ديالنا. تو سامبلومون، تحيه لهم، تحيه للجمهور، كنحبو. وحنا راه ما غاديش نغيبو عليكم، مازال كاين حوايج اخرين ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.